الاقتصادي. استاذ ابدا معك من تصريح عضو اللجنه الماليه يوسف الكلابي اللي صرح بنص هاي الهوسه بان نهايه السنه راح يتوحد سعر الصرف في جميع انحاء العراق والمنافذ والبنوك. اهلا بك استاذ عمر. اهلا وسهلا بكم، تحيه لكم وللسيدات والساده المشاهدون الكرام. شكرا جزيلا. حقيقه انا تابعت نعم تصريح النائب وتصريح غير واقعي ولا ينطبق على ارض الواقع، إذ أن الفجوة ما بين سعر الصرف الحقيقي وسعر الصرف في السوق السوداء يتسع بشكل كبير جدا، وأكبر دليل على ذلك ما حدث اليوم هذه القفزة الكبيرة في سعر الصرف، تثبت أن تصريح النائب لا أساس له من الواقع، بل على العكس إننا كلما تقدمنا يتسع سعر الصرف بشكل كبير وجنوني أكبر من ذلك، علما أنه في حال تنفيذ الموازنة العامة سوف يتسع سعر الصرف بشكل كبير جدا ليصل إلى حاجز 200,000 دينار، وقد يتجاوز حتى ذلك بسبب كثير من المعطيات. لذلك ما صرح به النائب هو لا أساس له من الواقع، بل هو مجرد أمنية قد تكون، أو مجرد يعني تصريح من شخص لا يفقه شيئا في الأمور الاقتصادية والسياسة النقدية. ما يحدث على أرض الواقع هو متناقض تماما مع ما صرح به النائب. زين.